أخبار اليوم. بالنسبة للسؤال الثاني في علم النفس برضو سؤال مقالي، ولكنه بقى هنا اختياري. عندي 4 جزئيات بختار 3، وزي ما احنا اتفقنا ان انا بختار افضل 3 بالنسبة لي انا اتذكر المعلومة فيها كاملة، وابتدي احلهم في البداية، وان كان في متسع من الوقت ببتدي احل الجزئية الرابعة. كل جزئية عليها 3 درجات، لان التوتال بتاع السؤال الثاني 9 درجات. بنقول السؤال او جزئية بتقول يتوقف النمو السليم للجنين على عدة عوامل، اذكر 6 منها. طبعا انا عندي العديد من العوامل، ولكن هو طلب مني 6. احنا عارفين هم عندنا في الكتاب 9، لو كتبت 9 مش هيخسروا، ولكن ما قللش عن 6 لان كل جزئيه عليها 0.5 درجه. تقول صحه الام، سن الام، الحاله المزاجيه، التعرض للاشعه السينيه، تناول الكحوليات، تنافر فصيل الدم الاب والام، تزاحم الاجنه، تناول عقاقير، نوع الغذاء التي تتناوله الام. ايا كان، المهم ان انا لا يقل عن 6 كما هو مطلوب. الجزئيه الثانيه من السؤال الثاني بنقول تتعدد عوامل عدم الثبات الانفعالي في مرحلة المراهقة، برهن بثلاثة منها. طبعا احنا عارفين ان مرحلة المراهقة تمثل عنق الزجاجة، واحنا عارفين ان علماء النفس قالوا ان المراهقة تمثل مرحلة صراعات داخلية. يعني معنى كده الصراعات التي تدور داخل المراهقة هي سبب عدم الثبات الانفعالي. فانا صيغة السؤال تجي لي بأي صيغة، المفروض ان انا فاهم. ومن هنا بنقول ان المراهق بيتعرض لمجموعة من الصراعات الداخلية تتمثل في الصراع الذي ينشأ في نفس المراهق بين رغبته وبين ان الكبار وخصوصا المعلمين والوالدين يعاملوه معاملة الكبير. الصراع اللي بينشأ في نفس المراهق نتيجة الدوافع الجنسية وإفراز الهرمونات التي تستثير وتستفز، ولكن هناك بعض الضوابط الداخلية والخارجية. الداخلية طبعا مرتبطة بالأنا الأعلى والضمير، والخارجية اللي هي قيم العادات والتقاليد والعرف والقوانين إلى آخرها. عندي كمان الصراعات التي تنشأ في نفس المراهق نتيجة رغبته في الاستقلال عن والديه، ولكن هو مش قادر يستغنى عنهم لأنه طبعا مازال معتمد عليهم في الجانب الاقتصادي وغيره، محتاج إلى نوع من أنواع الحب والأمن والأمان إلى آخره. عنده رغبة في تحقيق ذاته وتأكيد شخصيته. لا يقل عن اختيار 3، هو قالك يستكفى بثلاثة أو برهن بثلاثة. لو كتبت 2 هنقص درجة، كتبت 1 هنقص درجتين، فالمفروض إن أنا أكتب 3 نقاط. هنشوف الجزئية الثالثة في السؤال الثاني. بنقول الفروق الفردية ليها مجموعة من الخصائص، فالسؤال بيقول حدد خصائص الفروق الفردية. احنا عارفين ان كل فرد فينا بيمتلك مجموعة من القدرات، الامكانيات، السمات العقلية، الاجتماعية، الانفعالية والخصائص الجسمية، ولكن بمقادير مختلفة. فتبص تلاقي فينا الطويل والقصير، هتلاقي فينا الذكي والعبقري والمتوسط الى اخره، فكل واحد له قدراته الخاصة. بنقول ما فيش علاقة ترابط كبيرة بين جميع القدرات والسمات الشخصية، يعني مش شرط الشخص الذكي يمتلك قدرات خاصة مرتفعة، لا، فالأفراد بيختلفون فيما بينهم. ده بل بالعكس كمان، إن الفرد جوه نفسه فيه اختلافات. لما بنلاحظ إن احنا نقيس الذكاء أو القدرات المتخصصة أو الخصائص الجسمية أو الاجتماعية أو أيا كان، بنلاحظ إن هي بتاخد المنحة أو المنحنى الاعتدالي، بمعنى ان احنا بنلاقي المتوسط 68% هما الاكثر بيقعوا في المنطقه الوسط، ولكن على التطرف بنلاقي 16% و16%. عندي الجزئيه الرابعه، بنقول تلعب الشائعات دورا مؤثرا في الاحداث على كل من المستوى الجماعي والفردي، عاقب برأيك في ضوء ما درست. هنلاحظ فعلا لما درسنا درس الشائعات لأنها بتأثر تأثير كبير قوي، سواء كان على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الفردي. مش بس وكده، ده هي بتأثر في جميع الأحداث الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية والاقتصادية، في كله بتأثر في توجهات الناس، في الروح المعنوية، في بلبلة الرأي العام، في تفكك الجماعة وتفكك المجتمع، ممكن في انهيار المجتمع، ممكن في تغيير أحداث المسارات المختلفة، بتأثر في الإنتاج، بتأثر في الاقتصاد، بتأثر في التسويق، ويمكن الدنيا دي كانت واضحة بالنسبة لنا في الأونة الأخيرة.
وكان عندي بعض النماذج الاجتماعية وبعض النماذج اللي احنا درسناها سواء كانت على المستوى الاجتماعي أو الفردي. عندي مثال لكل من سقراط ونيرون. بنلاحظ أني أشيع أن سقراط كان بيفسد عقول كثير من الشباب في بيئته، فدوت طلبوا بقتله وبالفعل تم ذلك. أما نيرون أشاع عن طريق أعوانه أن تم حرق روما عن طريق المسيحيين، فأصبح هناك نوع من أنواع المواجهة للمسيحيين في روما.